ينضم إلينا عبر الهاتف حول مزيد من التفاصيل من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الأستاذ عمر الفرحان. أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية سيد عمر. تقارير عسكرية رسمية نقلتها صحيفة العربي الجديد حملت ميليشيا الحشد مسؤولية منع النازحين من العودة إلى العديد من المناطق والقرى بعدما حولت هذه المناطق والقرى معسكرات للمسلحين التابعين لها. بأمر من تأتمر الميليشيات في منعها عودة النازحين، ولماذا عملية التغيير الديموغرافي هذه التي نراها؟ أهلا وسهلا بكم. أهلا بكم. هذه ليست وليدة اللحظة، وإنما جرى عليها العمل منذ عام المكافحة حتى تتسلم هذه الميليشيات المتوحشة والميليشيات الإجرامية والتي تأتمر بإمرة إيران أولا وآخرا، ومن ثم الأحزاب الموجودة في المنطقة الخضراء. هذه الميليشيات هي تنفذ أجهزة خارجية لا سيما إيران لتنفيذ مشروعها الشرق أوسطي ومشروعها التوسع في المنطقة، وحلمهم كان يبدأ من العراق والآن تحقق في مباركة الولايات المتحدة الأمريكية ومباركة المجتمع الدولي الذي بات يشكل فك مصدق لهذه الميليشيات حتى تنفذ هذه المخططات الخارجية. وهذه الميليشيات لا زالت تعمل في العراق بشكل علني وصريح وتحت قبة الحكومة، وهي تعمل ليلا نهارا سرا وعلانية حتى تنفذ هذه الخطط وعلى حساب المدنيين بشكل أو بآخر، وحتى تستخدم القوة في ذلك. وما نراه في مناطق شمال بغداد وأيضا في مناطق حزام بغداد وفي مناطق الموصل وغيرها التي هي باتت منطقة استراتيجية لهذه الميليشيات حتى تمر من خلالها البضائع من الأسلحة وغيرها الإيرانية إلى سوريا وغيرها من المناطق، وحتى تكون هذه نقطة انطلاق لعملياتها القادمة. إذا كانت التقارير صادرة عن وزارة الدفاع في بغداد، ما الذي يمنع الوزير أو رئيس الوزراء من إصدار قرار لميليشيا الحشد بالسماح لعودة للنازحين بالعودة إلى مناطقهم؟ الأمر عكس تماما، يعني الميليشيات هي التي تأمر الوزارة وليس الوزارة تأمر الميليشيات، وهذا ما أكدته قيادات الحشد الشعبي مرارا وتكرارا، وما أكدته أيضا الحكومة بأن الحشد أقوى من الحكومة والحشد أقوى من الجيش والحشد أقوى من أي سلطة كانت في العراق. ولذا لا يمكن لأي أحد حتى رئيس الحكومة وحتى رئيس الجمهورية الحاليين لا يمكن لهم تنفيذ أو إقرار قرار دون مشاورة الحج، وحتى يكون الحج هو الذي يصدر هذا القرار فإن الحكومة لا دخل لها بهذه القرارات التي تأتي من مرشدهم وتأتي من سيدهم خامنئي. وبالتالي هذه الأمور كلها حبر على ورق، إذا أصدرت الحكومة أي قرار أو أي أمر بسحب هذه الميليشيات أو الحد من عملياتها أو الكشف عن مصير المدنيين الذين باتوا تحت وطأة وعقاب وعذاب الميليشيات في هذه المناطق. هناك اتهامات للحشد بمحاولة إحداث تغيير ديموغرافي يخدم ربما أجندات لبعض الجهات السياسية، إلى أي مدى تتفق مع هذا الطرح؟ نعم، هذا ما رأيناه مرارا وتكرارا خلال الصراعات والنزاعات المسلحة التي قادها الحشد في هذه المناطق. وفي حقيقة الأمر أن هذه الميليشيات هي من تفتعل هذه النزاعات، وهي من تقوم بتهجير القسري لبعض المدن وحتى تقوم بعملياتها العسكرية. يجب أن تخلق هناك أمرا مثل دخول داعش وغيرها من المسميات التي تتحجج بها الميليشيات وتتحجج بها الحكومة، وبالتالي فإن هذا يصب في مصلحة إيران أولا وآخرا. وهذه الميليشيات هي أدوات إيرانية بحتة لا ينكرها ثالث، إذا ما اتفقت جميع الأطراف على أن هذه الحكومة هي حكومة ميليشياوية، حكومة طائفية، حكومة غير عراقية، حتى تقوم بتنفيذ هذه الأعمال الشنيعة بحق المدنيين سواء في مدينة الموصل وغيرها من المدن التي تشهد نزاعا داخليا حقيقيا ما بين ميليشيا الحشد
الشعبي وما بين المدنيين. السيد عمر الفرحان من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.